صباح الخير، بتمنى توقعات أبراجنا اليوم تحملكم الأخبار الحلوة وتبلشوا نهاركم بتفاؤل وبسمة. ومثل العادة رح نبلش فقرتنا مع برج الحمل. مهنياً بوادر خلاف مع بعض الزملاء، لكن بسبب قدرتك الكبيرة لاستيعاب مختلف الأراء بتلاقي حل على السريع قبل ما تكبر هالخلافات. أما على صعيد الحب بتثبت لك الأيام أنه الشريك الحالي هو أفضل الأشخاص ضماناً للمستقبل، وأنه ثقتك فيه كانت دائماً بمحلها. صحياً بتخالف أوقات توصيات الطبيب بتوقيف التدخين، فانتبه على صحتك، وخاصة أنك تضايقت كتير بالفترة يلي مرقت. برج الثور، مهنياً حاول أنه ما تخلي الأفكار السلبية تأثر على نوعية شغلك، طما يستغل بعض الأشخاص ضعفك لمصالحهم الشخصية. أما بالحب ما تكون أناني مع الشريك، وحاول أنك تستشيره بالمواضيع يلي بتخص علاقتكم، هيدا الشيء رح يقربكم من بعضكم أكثر. صحياً ما تغامر بوضعك الصحي كرمال شغلك، خذ وقت من الراحة تتستعيد كل نشاطك. الجوزاء، فترة إيجابية بترافقك وبيكون نهارك مشحون بلقاءات ونشاطات اجتماعية، بتطلب مساعدة من صديق بخصوص قضية عائلية ما عم تعرف تلاقي لها حل. أما بالحب بتفضل تبقى هيدي الفترة بلا علاقة جدية تتكون انحلت مشاكلك المالية. السرطان، ما تحاول انك تستبق الامور وتاخذ قرارات وتنظم مشاريع، والافضل انه تريح حالك تيوصل الامر لبرجك. حركه الكواكب بتخليك تشعر بالتفاؤل والطاقه، وهذا الشيء بياثر على علاقاتك الاجتماعيه. عاطفيا، ما تخلي الشريك بعيد عن مشاكلك اليوميه تما يبعد عنك. من كفة مع الأسد، مهنياً انتبه أكثر على شغلك وما تهمله، لأن أي خطوة ناقصة ممكن تعرضك لمشاكل أنت بغنى عنها. أما عاطفياً، الثقة هي من أهم العوامل يلي بتأثر على استمرارية العلاقة، فجرب أنك تكسب ثقة الشريك. صحياً بتستعيد جسدياً لتبلش يوم جديد، وهيدا بيساعدك على مقاومة الكسل والتعب وتوتر الأعصاب. أما العذراء لليوم، بالشغل ما تستسلم لانتقادات يلي ممكن تطال طريقة شغلك، فخلي ثقتك بنفسك كتير كبيرة واشتغل بالطريقة يلي بتلاقيها مناسبة. أما بالحب، ما تحمل الشريك هموم شغلك، فهو مش مسؤول عن أمور ما له علاقة فيها. صحيا، خفف من شرب القهوة عشية، لأنه ممكن تكون سبب قلة النوم ووجع المعدة يلي عم بتعاني منه. أما برج الميزان، بما أنك حالياً بتتمتع بالقوة والاستقرار، فالناس رح يقصدوك تتساعدهم. كون على قد الثقة يلي هن حاطين فيك، ما تنسى أهلك وأصحابك وتقضي كل وقتك مع الحبيب، فهن كمان بحبوك وبحبوا يقضوا وقت معك. عزيزي العقرب، كل أشكال التعاون فعالة هالفترة، لأنه أهدافك بتتوافق مع أهداف كل الناس يلي حواليك. استفيد من هالفرصة بما أنك بتتمتع بالصحة والحيوية، وبلش أول شي بالأعمال الخاصة بالفريق، بتتعرف على شخص جديد ممكن يقلب لك حياتك للأفضل. برج القوس، انت ناجح كتير بشغلك وخاصة هالفترة، فالقرارات المهمة يلي أخذتها على صعيد الشركة وقربت أكثر من المسؤولين هي اللي ساعدتك انك تنجح. صحتك الجسدية والنفسية كتير منيحة، وبتقدر تأثر بشكل إيجابي على المحيطين فيك. ننتقل لبرج الجدي، بتحاول التوقيع على عقد شغل جديد وتبلش بمشروع خاص فيك وبتنجح. أما بالحب، ما تتسرع بالحكم على الشريك، فلازم تاخد بعين الاعتبار الأزمة يلي قطعته فيها من فترة. برج الدلو، عم بتحاول التوفيق بين حياتك العائلية العاطفية الاجتماعية والعملية وبتنجح، وخصوصي بوجود بعض الأشخاص يلي عم بيحاولوا أنه يدعموك بكل تحركاتك. منختم فقرتنا اليوم مع برج الحوت، مهنياً ما تتردد أنك تاخد المبادرة وما تخلي بعض خيبات الأمل تحبطك، خلي ثقتك بنفسك كتير كبيرة. أما بالحب، بتوقف بوجه الأيام الصعبة يلي ممكن تقطع عليك أنت والشريك، وتبينوا للكل أنه علاقتكم كتير قوية. مولد اليوم ينعاد عليك، من صفاتك شخص جدي ورصين، وقت الشغل عنده كتير مقدس، بيعرف يظبط وقته بطريقة يكون عاطي كل شي حقه، معلق بعائلته بشكل كتير كبير وخاصة بالولاد، بحب الطبيعة ومطالعة القصص الرومانسية، لكن بيعرف يميز منيح بين الحقيقة والخيال. معلومة اليوم، الربيع شلهوب من مواليد 2010 بعت لنا إيميل وحابب يعرف شو مخبيله الفلك للفترة الجاية على صعيد العاطفة والعملة. صديقي ربيع، بعض التحديات ممكن تفرض نفسها على حياة الميزان العاطفية، بس ما حتبقى لوقت طويل، فالقرار حيكون بإيدك. يا أما بتفضل ما تفوت بعلاقات خوفا من الفشل، يا أما بتغامر وبتقبل التحدي بسبيل نجاح حالتك. أما الناحية العملية، حاول التركيز على شغلك، لأنه ناطرك نجاحات كتيرة، المهم تخلي إجريك على الأرض وما يصيبك الغرور.
أصدقائي أنتوا كمان فيكن تتواصلوا معي عبر الإيميل horoscopeilian@hotmail.com إذا حابين تسألوني أي شيء بخص عالم الفلك أو برجكن. وهلأ أنا بدي أودعكم وبلاقيكم بكرة بمعلومات جديدة وفقرة جديدة من عالم الفلك.